مشاهدين متابعي قناة شو تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا معنا في هذا الأثناء المصالح أو العناصر الأمنية بمنطقة قنفة يقوموا بتوقيف أشخاص أو شخص برفقة واحد شابة. في وسط مدينة الدار البيضاء من أجل معرفة الهوية ديالهم ومعرفة ماذا يقع بالضبط في هذه الأثناء هنا بوسط المدينة. كذلك ما هي العلاقة اللي كتربط هذا السيد بهذا السيدة وشو هو باغي كيجبرها على انها تمشي معاه او هي داخلة معاه في علاقة عادية. العناصر الأمنية كيقوموا بالواجب المهني ديالهم، كيقوموا بالعمل ديالهم هنا بمنطقة قنفة بمدينة الدار البيضاء. الساعة تشير إلى حوالي الرابعة والنصف صباحا. إذن نزلنا مشاهدينا الكرام دائما في إطار الجولة الليلية الصباحية في هذا الأثناء بتغطية ما يقع لحظة خروج زبناء المطاعم والملاهي والعلب الليلية بوسط مدينة الدار البيضاء. مازلنا مستمرين مشاهدينا الكرام في اطار الجوله الليليه اللي كتقوم بها قناه شو تي في من اجل ابراز او اظهار التواجد الامني بوسط مدينه الدار البيضاء لحظه خروج زبناء ومرتدي الملاهي والملاهي الليليه. Thank you.
شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، أكيد غادي نلتقي في مباشر آخر بعد قليل. قوم معنا.